تؤكد وزارة خارجية مملكة البحرين موقف المملكة الثابت والداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامن مملكة البحرين معها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة. تشيد وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي قامت بها قوات الأمن المصرية بكفاءة عالية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقيامها بالقضاء على الخلية الإرهابية في أحد أحياء القاهرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة. وإذ تعرب وزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية وذوي الضحايا من شهداء الأمن المصري وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، فأنها تجدد موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.